وللمزيد حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا في استوديو مركز الأخبار البروفيسور فيصل الملا، أستاذ في علوم الرياضة. أهلا بك أستاذ فيصل في نشرة الثالثة. طبعا نهنئ الجميع بنجاح استضافة البحرين لسباق الفورمولا 1 في عامه العشرين وفي نسخته العشرين، عقدين من النجاح والتفوق وقوة التنظيم التي أصبح يشار لها بالبنان من جميع يعني دول العالم. نتحدث بداية عن نجاح مملكة البحرين في استضافة سباق الفورمولا 1 على مدى 20 عاما. بداية أخوي بسام، دعني أشكرك وأنا سعيد بهذه الاستضافة في الواقع، وكذلك دعني بمناسبة هذا النجاح الكبير كما أشرت وكما أشار التقرير أن أرفع يعني أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظ الله ورعاه، وكذلك لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر على النجاح المتميز في الواقع لتنظيم جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج الفورمولا 1 في نسختها العشرين. يعني بلا شك في الواقع تشكل استضافة المملكة البحرين هذا السباق منذ النسخة الأولى 2004 هي قصة نجاح في الواقع، يجب أن تروي وتحكى كذلك حق الجيل القادم بما مدى يعني نجاحت ونجاح مملكة البحرين في صناعة النجاح والتميز فيه. وهذا في الواقع يعني أعطى دعم كبير بأن مملكة البحرين يعني تتميز في الساحة الدولية، ليس في القطاع الرياضي فقط وإنما في جميع المجالات. ويمكن سمو الملكي ولي العهد أشار خلال زيارات التفقدية أن نجاح مملكة البحرين لم يحسب فقط على الجوانب الأخرى إنما على الإنسان البشري، عندما أشار الكوادر الوطنية خاصة خلال العقدين من الزمان. طيب يعني على مدى العشرين سنة أكيد هناك توجد مكاسب كثيرة، ويعني لو تسمح لي أن أنا أعرج على بعض المكاسب إذا اتسح الوقت. ويمكن من أكثر المكاسب الذي يعني يشار لها البنان هو الجانب الاقتصادي. دعني أتحدث عن أرقام وكذلك أن أستشهد ببعض الجوانب في الواقع. أن سباق الفورمولا 1 كما تعلم أنه يعني شاهد في ما يقارب 500 مليون مشاهد حول العالم، يعني كل واحد من 12 شخص في البشرية يشاهد هذا السباق، وهذا يعطيك انطباع ممادة ثقله ليس فقط على الجانب الاقتصادي وعلى الجوانب حتى الدبلوماسي وكذلك على السمعة. نرجع إلى الجانب الاقتصادي، على مدى 20 سنة في الواقع يعني شهد هذا السباق في الواقع ندخ على الاقتصاد الوطني وهذا الاستثمار في مملكة البحرين حوالي تقريبا 500 مليون سنويا على حسب التقديرات الرسمية في الواقع، يحرك باقي القطاعات. صحيح. يعني وهذه ال 500 دعني في الواقع اصنفها على اساس ان الشخص يتعرف شلون 500 مليون، هي عاده يعني تظهر في العوائد المباشره مثل عمليه بيع التذاكر، الماكولات، المشروبات في الحلفه، كذلك استئجار المنشاه حق الفرق المشاركه، والاضافه الكبيره هي عباره عن البث التلفزيوني الذي يعطي في الواقع زهم كبير حق المردود او العائد المباشر. طيب العائد الغير مباشر هو الأهم بالنسبة لنا الذي يعطي في الواقع إيجابية كبيرة على الاستثمار والاقتصاد والتجارة في مملكة البحرين. هي من حيث في الواقع يعني نسبة انشغال الفنادق، حجوزات الطيران، نعم، المواصلات، وكذلك حتى كانت 100% الاشغال الفندقي. نعم، وبعطي بعض الأرقام ولا أشار إلى الواقع رسمي من التقرير الأخير. نعم، حتى يعني السياحة الداخلية من زيادة يعني المرتادين للمطاعم للمجمعات وكذلك عملية البيع والشراء. في الواقع لأول مرة منصة البوكينج أشارت خلال الأيام السابقة، نعم، أن مملكة البحرين خلال 3 أيام السباق صار انشغال في معظم الفنادق الأربع وخمس نجوم إلى 100%. نعم. طيب المؤشر الثاني اللي يعطيك انطباع إذا كان هو في زيادة في الاقتصاد، والله قيمة غرفة الفندقية خلال الذروة، يعني قدرت الغرف الفندقية في الخمس نجوم فيما يقارب أكثر من 1000 دينار. نعم، وهذه نسبة عالية، لذلك انت عادة يعني تقيم نسبة انشغال بهذه. استاذ فيصل، يعني بالتأكيد هي يعني مكتسبات كثيرة يعني مباشرة وغير مباشرة من هذا السباق، يعني نتكلم عن 20 عام من عام 2004 يعني ببناء هذا الصرح الكبير، منشأة حلبة البحرين والإعلان الأول لاستضافة مملكة البحرين، تكون البحرين يعني لنقول من أول الدول في المنطقة التي تستقطب الرياضة
العالمية في مملكة البحرين وفي منطقة الشرق الأوسط. صحيح. يعني ما هي وجهة نظرك المكانة الرياضية التي تحتلها اليوم مملكة البحرين على مستوى العالم، والتي يعني جاءت بعد هذه الثقة الكبيرة بأن البحرين تكون هي موطن يعني رياضة السيارات في الشرق الأوسط، ولن نتحدث فقط عن فورمولا ونتحدث عن سباقات أخرى أيضا، ولكن اليوم المكانة الرياضية لمملكة البحرين كيف تنظرون إليه؟ وهذه في الواقع يعطيك فقط الإجابة على ما حجم الجوائز التي حصلت عليه الحلبة. يعطيك انطباع أن عندما استضافت مملكة البحرين هذا الحدث لم يكن هو حدث رياضي فقط أن أستضيفه أنا على أساس أن أقوم بعملية استضافة سباق، وإنما هو عبارة عن مؤشر راح يساعدني في عملية النجاح في جميع القطاعات. يعني هو عبارة عن مشروع استثماري كذلك ومشروع استراتيجي كبير، وأشار له في الواقع سمو الأمير الملكي ولي العهد. لذلك عندما تتحدث عن عملية تأثيره بشكل كبير، أنت أخذ على مدى 20 سنة تشوف كل التطورات اللي حصلت في المجال الرياضي هي عبارة عن انعكاس. لأن عندما تشعر أن أنت عندك تميز في عملية بعض البطولات، بعض السباقات، بعض الاستضافات، لأن الحلبة عطت نوع الزخم الإعلامي وروجت حق البحرين. أنت عادة أن الدول عندما تستضيف البطولات ما تنظر للنتائج فقط، تنظر أن أنا أسوق. لذلك أنا قلت من ضمن المكاسب هي عبارة عن التسويق الدبلوماسي، بمعنى أن الحلبة سوقت حق البحرين كسمعة وكتريد مارك، وكذلك أن عطته في الواقع أنه زخم كبير في الجانب الدبلوماسي. كيف؟ أنت عارف عندما تستضيف أي دولة أي سباق تشوف يعني قادة الدول، ويمكن شاهدت أمس قادة الدول وبعض الدبلوماسيين، إضافة أن أكبر شبكات الإعلام تتواجد. عندما تنقل هذا الحدث مثل ما قلت لك حق 500,000 بشر، في الواقع روجت أن حق البحرين ليس فقط أن في مجال سباق السيارات، ولكن عطت انفتاح أن تستطيع هذه المملكة بأن تستضيف بأي سباق وبكل نجاح. 20 عاماً وهذا في الواقع 20 عاماً من إنجاز صناعة التاريخ حتى على الدول المحيطة في الواقع. أن عطت في الواقع مؤشر أن هذه الدول تستطيع، دول الخليج، أن تستضيف الأكبر الأحداث وبنجاح وبتفوق. يعني قبل ما أني عطني بس إن دقيقة أن أنا أشير وأؤكد، لم تعد استضافة الفورمولا فقط هو عبارة عن مشروع رياضي، وإنما عبارة عن استثمار وصناعة رياضية متكاملة أسهمت في المكاسب الاقتصادية والإعلامية والسياحية. إضافة بس أنا أحب أن أشير أن حتى المكاسب السياحية زادت، أشارت وزيرة السياحة أن حتى أعداد الأفواج، ومؤشر آخر أن حتى أعداد الزائرين والحاضرين زاد من 35,000 إلى 100,000 في 2024. تتحدث عن 20 سنة تضاعف الأعداد إلى أكثر من ضعفين، وهذا مؤشر في الواقع. كلها مؤشرات إيجابية الأساسية التي تساعد أن هذا المشروع كان مشروع حضاري استثماري وينظر في الواقع المستقبل. نعم، شكرا لك البروفيسور فيصل مولى، أستاذ في علوم الرياضة، شكرا على تواجدك معنا. شكرا لك منصور كذلك.